مرحبا بكم، أنت نجم في رفعة وضياء، تجتليك العيون شرقا وغربا. أنت أيها المخاطب، أيها الممدوح، أيها المشبه، نجم مشبه به، أنت كالنجم رفعة وضياء. فكما أن النجم مرتفع عن الأرض وعن البشر، فكذلك أنت مرتفع ومترفع في أخلاقك عن غيرك، وأيضا وجهك وضاء كالنجم. إذن أنت مشبه، نجم مشبه به. الوجه المشترك بينهما، وجه الشبه، هو الرفعة والضياء. أين الأداة؟ الأداة محذوفة هنا، فلذلك نسمي هذا التشبيه تشبيها مؤكدا. أقول أنت قمر أو أنت قمر في الاستدارة. نعم، أنت قمر في الاستدارة. أنت أيها المخاطب، أيها الممدوح، أيها المشبه، قمر تشبه القمر. ثم أبين الوجه والمعنى المشترك بينك وبين القمر، فأقول في الاستدارة. معلوم أن القمر عند تمامه وكماله يكون مستديرا، فوجهك يحاكي القمر في استدارته. إذن أنت مشبه، قمر مشبه به في الاستدارة، وجه الشبه. أين الأداة؟ لا أداة. إذن التشبيه أيضا يسمى مؤكدا. التشبيه المجمل كما قلنا هو الذي حذف منه وجه الشبه. ابن الرومي نظر إلى ممدوحه فرآه يشرب من كأس، فقال: وكأنه والكأس في فمه قمر يقبل عارض الشمس. نظر إلى الممدوح فرآه يشرب، فتصور وأتى بصورة تشبيه خيالية ولكنها جميلة، أن القمر يقبل الشمس. عندما رأى ممدوحه بوجهه المستدير والكأس يقابله أو يقابل فمه وينبثق منه شعاع، فقال: وكأنه والكأس في فمه قمر بوجهه يقبل عارض الشمس، أي شعاع الشمس. إذن وكأنه، كأن هنا أداة التشبيه. المشبه هو الضمير الذي يعود على الممدوح، المشبه به قمر. وجه الشبه هنا محذوف، وجهه شبهه بالقمر في الاستدارة، والكأس شبه بالشمس من حيث الشعاع المنبثق منها. إذن هو أو هنا تشبيه صورة بصورة. نعم، هي أبيات جميلة بصرف النظر عن موضوعها، لأنه يقول قبلها: أبصرته والكأس بين فم منه وبين أنامل خمس، فكأنه والكأس في فمه قمر يقبل عارض الشمس. أبيات جميلة جدا لابن الرومي. أيضا نظر أحد الشعراء إلى النجوم، إلى الثريا الموجودة في السماء، فرآها مجتمعة، النجوم القريبة من بعضها، فشبهها بنسوة تجمعن ليتبادلن أطراف الحديث، فقال: وثريا كنسوة خفرات تجمعن للحديث المصون. والثريا المشبه هو شبه الثريا كنسوة، الكاف هنا أداة تشبيه، نسوة مشبه به، تجمعنا أو كنسوة خفرات محتشمات عفيفات حييات. ونعلم أن النسوة المحتشمات إذا أردنا أن يتكلمن أو يتحدثن فإنهن يقتربن من بعضهن حتى لا ترتفع أصواتهن، وارتفاع الصوت ليس من شيمة وليس من أخلاق المرأة المحتشمة. فهو يشبه ها الثريا المجتمعة، النجوم المجتمعة القريب بعضها من بعض، بالنسوة اللاتي تجمعن ليتحدثن بالحديث المصون. نعم، إذن هنا
أيضا المشبه موجود والمشبه به موجود والأداة موجودة، ولكن وجه الشبه غير موجود. وجه الشبه هنا ربما تقول هو الجمال في كلا الطرفين، جمال الثريا كجمال النساء، أو ربما تقول التجمع والاقتراب، اقتراب بعضها من بعض، فكما أن النساء الخفرات كما عبر عنهن مجتمعات وقاربات من بعضهن، فكذا أو قريب بعضهن من بعض، فكذلك الثريا. باختصار، التشبيه له أربعة أقسام أو أربع مسميات. التشبيه إما أن يكون مرسلا وهو الذي استكمل الأركان الأربعة، وإما أن يكون بليغا وهو الذي حذفت منه الأداة ووجه الشبه، وإما أن يكون مؤكدا وهو الذي حذفت منه الأداة، وإما أن يكون مجملا هو الذي حذف منه وجه الشبه. أيها السادة، أيتها السيدات، لو أردتم أن تتصفحوا كتب البلاغة ستجدون مسميات وأنواع كثيرة للتشبيه قد يصعب حصرها. كلها لا تعنينا، ما يعنينا هو فقط أن نعرف صورة التشبيه، أن نعرف التشبيه عندما ترد فيه الأداة أو لا ترد، عندما يكون الوجه مذكورا أو غير مذكور. فهناك تقسيمات كثيرة، هناك ما تشبيه مفرد بمفرد ومركب بمركب ومفرد بمركب ومركب بمفرد، وهناك التشبيه المردود والتشبيه المقبول وكثير من المسميات. ما يعنينا هو أن نعلم صور التشبيه العامة. إن شاء الله تعالى في المقطع التالي سنتابع أنواع ومسميات التشبيه.